السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نكملوا لابارتي الثانيه ديال ليكزرسيس اللي كنت بديتو اللي هو سو فورم دي كيسيون ديريكت. دونك كنت خدمت 7 ديال الاسئله. دابا غادي نكمل لكم السؤال الثامن اللي كيتعطاو. قلت لكم كوبي كولي بحال هكا في ليكزاما، يعني كيتبدلوا غير لي شيفر. دونك ثامنا كنشوفوا السؤال الثامن. قال لك بيان سور هبطوا الوصف باش تلقاو ليكزارسيس وتلقاو ثامنا السؤال الثامن، يعني راه تلقاو ليكزارسيس كامل كومبلي اللي خدمتو معاكم في داك البارتي واللي كنكمل لكم دابا باش تعرفوا منين كنجيب هذا الشيء. اذا ثامنا قال كالكولي لا فالور بريزونت، هذا كيتعطى توا ديما، ما تعطاش في النورمال كيتعطى في راتراباج. قال كالكولي لا فالور اون فوا بعدا يقول لك لا فالور عفوا سوا اكي سوا اكتويال. قال بريزونت لا سيكونس سويفون دو فلي اون درهم بين قوسين فان دو بيريود، يعني هاد لا فالور تحسبها بالفان دو بيريود ماشي بالديبي دو بيريود. عطاك الفلي على هذا الشكل، يعني عطاك فيه 6000 فيرغول ناقص 1000 فيرغول 2000 فيرغول 1500 فيرغول 5000، هادو بيان سور دي زانويتي. قال لك ساشون كو لو طو داكتواليزاسيون اي دو 5%، اذا لو طو داكتواليزاسيون. اذا هنا اول حاجه كالكولي لا فالور، حنا ما عرفناش واش اكيز لا اكتويال. عطاك واحد الفلي اون درهم اللي هو على هاد الشكل، فيه دي شيفر، فيه 6000 فيرغول ناقص 1000 فيرغول 2000 فيرغول 1500 فيرغول 5000. اذا هنا شحال من شيفر كاينين؟ 5، يعني لا دوري ان ايتيغال 5، يعني في اشاك اني كنخلص واحد لو مونطو اشاك اني، يعني هادي راها انويتي. اذا انطلاقا من هاد لو فلو عرفت بان هاد لي شيفر اللي تعطاو هما دي زانويتي، يعني اشاك اني او كل عام نعطي واحد القيمه ديال، في الاولى نعطي 6000، الثانيه نعطي ناقص 1000، لاني الثالثه 2000، لاني الرابعه 1500، لاني الخامسه 5000، يعني ان ايتيغال كوا؟ ايتيغال 5. اذا انا لقيت ان لي زانويتي هما هادو. قال لك خدم بالفان دو بيريود، يعني لي زانويتي يعني شنا كونستانت او فاريابل. اذا قلنا وشنا في الفان دي بي، دونك هنا نخدمو بالفان دو بيريود. وقال لك كاين لي لا فالور سا فيدون واش اكز لا اكتويل باش نعرفوها. هو قال لك هنا ساشون كو لو طو داكتواليزاسيون، ديجا انا في الكور في لافليج دي طو قلت لكم منين كتمشي، يعني كدير لافليج دي طو بحال هكا، ان ايتيغال ا زيرو، ان ايتيغال ا جوسكا ان ايتيغال ا ان موانزا اي ان ايتيغال ا ان. اذا هنا منين كتدخل الفلوس في لا ديوغي زيرو وكتخرج في لا ديوغي ان ايتيغال ا ان، اذا هنا كنمشي فين كتدخل الفلوس هكا، يعني كنمشي بالسهم ديالاش، كنمشي بلاكتواليزاسيون. و الى درت العكس خرجات من لا دوغ ان ايتيغال زيرو لا فالور اكتيل ودخلات في لا دوغ ان ايتيغال ان لا فالور اكيز، اذا كنمشي بالسهم مقلوب، يعني كنسمي هذه العمليه الكابيتاليزاسيون. هنا قال لك لو طو داكتواليزاسيون، ها هي يعني كنمشي بالعمليه ديال لاكتواليزاسيون، يعني من هنا كتخرج لي الفلوس لا فالور اكيز وهنا كتدخل لي في لا دوغ ان ايتيغال زيرو لا فالور اكتي واحد لونطرا. يعني انا نورمالمون وكان ما قاليش نخدم الفان دو بيريود ولا الدي بي، يعني خاصني نخدم انا بالدي بي دو بيريود، سافي دير الفلوس كتدخل لي في لا دوغ ان ايتيغال زيرو، يعني في الدي بي دو بيريود تيرم ايشوار، يعني ملي كيقول لك لا فا ولا دي بي انت كتشوف. اذا قال لك لو طو داكتواليزاسيون يعني عارف بان خاصك تخدم الدي بي، يعني وخاصك تحسب دايور لا فالور اكتويال، سافي دير هنا كتدخل الفلوس. الى جا وقال لك لو طو دو كابيتاليزاسيون، يعني كنمشي بالكابيتاليزاسيون، يعني كتخرج الفلوس في لا دوغي ان ايتيغال ان، يعني اول حاجه بعدا نخدم الفان دو بيريود، سافي دير هنايا كتخرج الفلو كتدخل الفلوس، سافي دير كنمشي بالكابيتاليزاسيون هنا، يعني هنا تخرج الفلوس في لا دوغي ان ايتيغال زيرو تدخل هنا في لا دوغي ان ايتيغال ان، يعني بما انها كتدخل في ان ايتيغال ان يعني كنخدم بالفان دو بيريود. تيرم ايشي يعني خاصني نحسب اوبليجي لا فالور اكيز، ولكن هنا قال لي انا لو طو داكتواليزاسيون، اذا داخل الفلوس هنا، يعني نورمالمون خاصني ندخل بالدي بي دو بيريود نخدم، ولكن هو قال لك خاصك تخدم له بالفان دو بيريود، هو بغاك تخدم له بالفا، اذا منين قال لك خاصك تخدم له بالفا دونك تخدم له بالفا. وبيان سور بما ان هنايا قال لك لو طو داكتواليزاسيون يعني كنمشي بلاكتواليزاسيون، يعني كتدخل الفلوس يعني هنا يعني لا فالور اكتويال، اذا شنو غنحسب؟ غنحسب لا فالور اكتويال. دونك نعاود هذه حيت مهمه، منين يجي ويقول لك لا فا ولا دي بي ولا والو يعطيك بحال هذا ليكزارسيس يقول لك كيلي لا فالور، يعني شنو هي لا فالور بريزونت لا سيكونس سويفون دو فلي اون درهم، ويعطيك هاد لو فلي على هاد الشكل يعني دي زانويتي، يعني ها هي ان هي 5، ويجي ويقول لك ساشون كو لو طو داكتواليزاسيون اي 2 ولا لو طو دو كابيتاليزاسيون اي 2، فلا فليج دي طو كتعرف. ملي كيقول لك لو طو داكتواليزاسيون يعني
كتخرج الفلوس هنا وكتدخل في ان انتغرال زيرو، يعني ما قالك والو غتخدم اول حاجه بالديبي دو بيريود وغادي تحسب لا فالور اكتويال، صافي هنا كتدخل الفلوس. الا قالك لي طو دو كابيتاليزاسيون يعني كتقلب لا فلاش، يعني من هنا كتخرج الفلوس وهنا كتدخل في لا دوغي ان انتغرال ان، اذا غتخدم بالفان دو بيريود تيرم ايشو يعني وغادي تحسب لا فالور اكيز. مي ملي كيقول لك باش تخدم كتخدم بداكشي اللي قال لك، فانا قال لك لا فالور وقال لك خدمني بالفان دو بيريود، اذا واخا انا عندي لو تو داكتواليزاسيون يعني غتخرج الفلوس هنا وتدخل في لا دوغي ان ايتيغال ا زيرو، انا خاصني نخدم بالفان دو بيريود. سافير هو قالها لي دو ا دو دو نحسب لا فالور اكتويال، سافير انا عندي لو تو داكتواليزاسيون كنمشي بلا اكتواليزاسيون، يعني 5 تدخلني الفلوس هنا يعني لا فالور اكتويال، هذاك هي لا فالور اللي غنحسب. اذا شنو هي لا فالور اكتويال بالقيمه ديال الانتيغي كومبوزي؟ اذا لا فالور اكتويال كنقبط لا فالور اكيز ونقسمها على ان بليس طو على بويسونس ان، هذه هي العلاقه العامه اللي خرجها من العلاقه ديال لا فالور اكيز ديال الانتيغي كومبوزي. يعني لا فالور اكيز هي لا فالور اكتويال فوا ان بليس طو على بويسونس ان بالديمونستراسيون ديجا درتها لكم في الكور، وكنخرجوا لا فالور اكتويال هي هذه. بيان سور انا عندي بليزيور فالور اكيز يعني بليزيور انويتي، يعني غادي ندير هنا لا سوم غتكون عندي المجموع ديال لي فالور اكيز سوغ ان بيستو ا لا بويسونس ان. بيان سور انا غنخدم الفان دو بيريود، صافي هو قالها لي، الى كوريسبون شنو هي لا فالور اكتويال كنقبط لانويتي الاولى كنقسمها على ان بيستو ا لا بويسونس ان، هنا كنبدا بواحد صافي فان دو بيريود، كنكون تخدم بالديبي دو بيريود تبدا او زيرو. هادي راه فريمون مهمه، انا عطيتكم لي تخوك اللي كت اللي غتصادفوا في هادي. زائد لانويتي 2 كتقسم على ان بيستو ا لا بويسونس 2، زائد لانويتي 3 1 بلس 3 على بويسونس 3، زائد لانويتي 4 سور 1 بلس 3 على بويسونس 4، لانويتي 5 بلس 100 على بويسونس 5. دونك هكا يعني وكتجي وكتعوض، يعني لانويتي الاولى هي 6000 يعني كتقسم على 1 زائد لو طو، بيان سور لو طو داكتواليزاسيون عطاها لك هي 5%، يعني 1 زائد 5% هي 1 زائد 0.05 هي 1.05 هي 1.05 اس 1. لانويتي 2 هي ناقص 1000 يعني تولي ناقص 1000 كتقسم على 1.05 أو 2، زائد لانويتي 3 هي 2000 كتقسم على 1.05 أو 3، زائد هنايا 1500 كتقسم على 1.05 أو 4، وهنايا عندي 5000 كتقسم على 1.05 أو 5، يعني وكتحسبهم بالكالكيلاتريس كتلقى لا فالور اكتويال بالدرهم، ويمكن لك تعاود السؤال ككومونتير. دونك هذا هو السؤال الثامن، حتى هو كيتعطى ديما وبزاف ديال المرات ديال الطريقه ديال الاجوبه ديالو. دابا السؤال التاسع، السؤال التاسع قال لك كاين مونطون ديسبونسورا، كاين مونطون يعني شو لو مونطون، يعني سواء لا فالور اكيز او اكتويل، دائما نقول كاين لا فالور لا مونطون عرف سواء لا فالور اكيز ولا اكتويل. قال كاين مونطون ديسبونسورا ان بارتيكولير دون 5 ans، يعني لو مونطو لي بغيت يعني راه ماشي بوندو ولا بور اون ديغي دو 5 ans، مي دون واحد لا ديغي ديال 5 ans. مي كتسمع ديك دون يعني لا فالور اكيز، اذا انا بغيت نلقى سي 5 يعني ولا في 5 لا فالور اكيز، يعني ان هي 5 سنين. مزيان قالك سيل اوغمونت سون بلاسمون انيسيال فا دو شاك اني، فا يعني غنخدم بالفان دو بيريود ماشي بالديبي دو بيريود، حيت قال لك سون بلاسمون انيسيال فان دو شاك اني ايغال ا 3000، يعني ا شاك اني كنخلص واحد القيمه ديال 3000 كونستانت، يعني كنخدم بلانويتي كونستانت في الفان دو بيريود، حيت قال لك فان دو شاك اني ماشي ديبي دو شاك اني، فان دو شاك اني في اخر كل عام كنخلص واحد القيمه ديال 3000، اذا نعطاك لانويتي هي 3000 كونستانت، يعني لانويتي كونستانت ماشي فاريابل دو 6% شاك اني، ساشون كو لو طو انيال دو بلاسمون ايغال ا 6%. بون شنو غادي ندير انا؟ غادي نحسب لا فالور اكيز. اذا انا عندي لو كا ديال لانويتي كونستانت في فان دو بيريود، وديجا انا عطيتكم في لا ديمونستراسيون في لو كا او في شابيتر ديال لي زانويتي عطيتكم في لانويتي كونستانت لا فالور اكيز بالديمونستراسيون شنو هي. نعطيكم السر رجعوا للكور وضبطوا لي لي ديمونستراسيون ديال لي زانويتي والعلاقات، حيت راه هادوك هما اللي كنخدم بهم هنايا. على ما كنتيش عارفين الكور راه ما غاديش تعرفوا تجاوبوا على لي زيكزارسيس هادو اللي كنعطي دابا الكور المهم. اذا شنو هي السيكل 5 ولا السائل؟ كنقبط لانويتي ونضربها في ان بليس طو اوس ان موان زا سور طو، هذه هي العلاقه. اذا لانويتي ابليكاسيون نيميريك عندي لانويتي 3000 كنضربها في ان بليس طو طو هو 6%، يعني كنقبط 1 زائد 0.06 على بويسونس ان اللي هو 5 موان زا على لو طو 0.06. اذا بالكالكيلاتريس كتلقاو بطبيعه الحال القيمه ديال سي 5 اللي هي لا فالور
اكيد يعني فريمون فاسيل يعني غير لي تروك وخاصكم تكونوا ضابطين بطبيعه الحال العلاقات مزيان. اذا من بعد ما درت لكم هذا ليكزرسيس يعني درنا ثامنا تاسعا دونك غادي نديرو عاشرا دونك عشرة دونك عشرة قال لك اون سون دو دابا عطاك يعني السؤال العاشر قال لك اون سون دو 12000 بلاسي سور ان كونت دو 15 فيفري او 1 جويي. اذا عطاك واحد لا سون ديال 12000 بلاسي سور ان كونت دو او يعني ملي يقول لك عندي واحد لا سون دو واحد لا دوري او حتى لواحد لا دوري هذا راه لا فالور اكطويل حتى هو هذه تكنيك باش تعرفوا يعني هذاك راه لا فالور اكطويل. اذا عطاك لا فالور اكطويل ديجا هو 12000 ياك داك بلاسي سون كونت دو 15 فيفري او 1 جويي 2017 اوتو 4.5%. اذا السؤال شنو هو؟ هو لا فالور اكيز. سؤال وكيل لا فالور اكيز شنو هو لا فالور اكيز؟ اذا سيزون هو 12000 لا دوري انا نحسبها بطبيعه الحال حيت من 15 فيفري حتى 1 جويي ولو طو 4.5% الى لو طو 4.5 انيال مزيان. اذا لا دوري كندير نحسبها قال لك انا عندي لاني ديال 2017 وانا قال لك من 15 فيفري ديما قلت لك ملي كتحسب لي جور داك لو جور الاول ديال فيفري ما يكونش داخل يعني 15 ما يكون داخل كتحسب من 16 هذه الاولى وهنا انا عندي فيفري دونك وانا عندي 2017 اذا باش كنعرف واش العام كيخرج يعني كامل ولا لا بطبيعه الحال كنجيو كنقسم داك 2017 على 4 صافي داك اشاك 4 سنين كيخرج لكم فيفري ب 29 اذا 2017 ملي نقسموا على 4 يعطي بالفصيله يعني اكزاكت سور 365 يعني ناقصه ان جور يعني 28 كيخرج فيفري بما انه كيخرج 28 اذا هنايا نقسم على 365 في حالتي الا خدمت لانتيغي سيفيل. اذا هنا انا نخدم بلانتيغي سيفيل يعني نقسم على 365 كنت نخدم بلانتيغي كوميرسيال نقسم على 360 هذا راه ديجا كنت درتو في الكور مي غنولي نعاودو باغراف. اذا دابا نخدم بلانتيغي سيفيل وهنا قسمت 2017 على 4 لقيتو بالفصيلة اذا ان جور ناقصه يعني كيخرج فيفري 28 اذا نحسب من 16 فيفري جوسكا 28 يعني كاينه 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 يعني 13 جور يعني فيفري كتكتب هكا فيفري هي 13 جور. فيفري كاين مارس كله كيخرج ب 31 مارس 31 افريل كيخرج ب 30 جور افريل ماي 31 جوان 30 جور وجويي قال لك 1 جويي يعني ان جور داك ان جور ديال جويي كيتحسب وكتجي وكتجمع هذا يعني 30 30 60 61 71 74 اذا 74 هنايا 75 75 85 95 105 115 125 135 136 يعني هذا المجموع يعني لا دوري هي 136 جور دونك انا حسبت لا دوري. ملي كتلقى لا دوري عندك سي زيرو ديجا او لوطو اذا السؤال هو لا فالور اكيز بلانتيغي سامبل بيان سور. فاذا كانت سي ان هي سي زيرو بلس اي فشنو هي سي ان؟ هي سي زيرو بلس سي زيرو فوا لوطو فوا دي دو جي عندي بلي جور. انا الا خدمت بلانتيغي سيفيل يعني 36500 حيت ان جور ناقص اذا سي ان كنعمل بسي زيرو كتعطيني ان بلس لوطو فوا دي دو جي سور 36500 اذا وكنعوض اذا سي ان سي زيرو هي 12000 كنضربها في واحد زائد لوطو اذا لوطو عندي هو 4.5% بما ان انا 100 داخله يعني كنحط 4.5 كنضربها في لا دوغ هي 136 ونقسم على 36500 وكتعطيني لا فالور اكيز وديما لا فالور اكيز خاصها تكون كبر من لا فالور اكطويل سافيغ لا فالور اكيز كتكون داخله فيها لي زانتيغي دونك الى نقص دوك لي زانتيغي كتعطيني داك لومبخا اللي خديتو من عند البنكة النهار الاول تو سامبلومون هادشي راه ديجا درتو في الكور غير كنعاودو. دونك دابا ملي نقول كتعطيني لا فالور اكيز هادي هي الطريقة باش كتجاوب على لا فالور اكيز. السؤال 11 دونك السؤال 11 شنو قالك؟ قالك سوا ان لومبخا دان مونطون دو 6000 عندي واحد لومبخا هو قالها لك ديجا هي لا فالور اكطويل اوتو سيمستريال شتي لا لو تخوك فين كيتعطى دابا ما عطاكش لو طو انيال عطاك لو طو سيمستريال دو 3% بوندو 6 موا وديجا هو عطاك لا دوغي محوله يعني عطاك لو طو محوله للسيمستر وعطاك لا دوغي هي 6 موا واصلا انا السيمستر عندي فيه 6 موا يعني هنايا ما تحتاجش تقسم على 12
فالونت كيعطي هذا لو تري كونتا ديما كتمشي تقسم عليها دوز نو هذيك فوقاش تقسم لي يكون لو تو انيوال هنا لو تو سيمستريال يعني ديجا محول وانا عندي لا دوري هي 6 mois يعني ديجا محول دونك كنقد داك لو طون دابو في لا دوري ديريكتومون ما كنقسم لا على 12 لا على والو فوقاش كنقسم على 12 الى حول داك لو تو انيوال لو تو سيمستريال لو تو انيوال في هذه الحاله يمكن نقسم على 12 دونك هنايا السؤال بيان سور هو كالكولي لا فالور اكيز مي هنا بلانتيغي كوا بلانتيغي سامب وي بلانتيغي سامب يمكن لي نكالكولي دونك دونك هنا جوج الاسئله دايور في هذا السؤال 11 كيقول لك كيلي لا فالور اكيز و تراسي لا فليش دو طون اي تراسي لا فليش دو طون اذا السؤال 11 اول حاجه تراسي لا فليش دو طون اذا انا عندي في لا دوغي دي تيغرا زيرو واحد لومبرا ديال 6000 اذا ابري 6 موا يعني من بعد 6 شهور كتخرج لي واحد لا دوغي يعني في واحد لا دوغي ديال 6 موا سور 12 اذا هنا بطبيعه الحال الا كنت نخدم بلوطو انيوال يعني غادي نقبض 6 ونقسم على 12 سافو دير اذا كنت نخدم بلوطو انيوال يعني في واحد لا فالور اكيز دونك نعاود هذا هو لا فليجي طوف لا دوغي دي تيغ لا زيرو قالك عندي واحد لومبرا ديال 6000 ابخي واحد 6 موا خاصني نعطي البنك داكشي اللي كتسني بلي زانتيغي يعني انا نعطيها يعني غتخرج مني ناقصه بلي غتخرج من عندي الفلوس اللي هي لا فالور اكيز العلاقه ديالي هي اللي ناقص سي زيرو بلس لانتيغي يعني داك لومبرا اللي عطاتني انا الدوله وغادي نعطيها ثاني فوائد خاصها تربح معايا باسكو عطاتني قرض قدمات لي واحد الخدمه اذا قلنا فهاد لا فالور هي اللي انحسب هذا هو المطلوب مني وهنا تخاصيت لا فليش دي طو اذا ف سي ان عندي سي 0 بلس لانتيغي يعني سي ان هي سي 0 فاكتور 1 بلس لو طو فوا دي 2 جي اذا كانت لو طو نخدم به انيال يعني نحول داك السيمستري الانيال نقسم على 1200 سي ان كنقسم هنا على 100 سا فو دير لو طو عندي بالبورسون داكور هذاك علاش قسمت على 100 اذا قلنا وكنعوض اذا سي 0 هو 6000 اذا واحد زائد لو طو سيمستريال عطاه لي هو 3% يعني هو 3 زائد 100 هي ديجا ولا دوغي دي 2 جي هو 6 موا يعني 3 كنضرب 6 ونقسم على 100 وكتعطيني السي ان ديريكتومون سا فيدير لو طو ديجا محول الى لو طو سيمستريال ديتو انيال ف بلو طو بروبورسيون كي كندير لو طو صغير اللي هو لو طو سيمستريال كنقبط لو طو انيال ونقسمو على لو نونغ دي فوا يعني العام شحال فيه من سيمستر فيه دو فوا يعني على جوج وانا لو طو انيال هو اللي بغيت حيت السيمستر عندي كندير العكس يعني لو طو انيال كنقبط لو طو سيمستريال ونضربو فوا دو اذا لو طو سيمستر هو 3% 3% كنضربو في دو كيعطيني لو طو انيال في هذه الحاله يمكن لي هاد لو طو انيال قبطو ضربتو في ديدوجي ديال 6 موا غنقسم هنا على 1200 سا فو دير انا لو طو عندي انيال والعام شحال فيه من موا فيه 12 اذا في هذه الحاله غنقسم على 1200 داكور دونك مزيان هذا انا بتخاصي طلع في جديد طو اي اون بليس دو سا بطبيعه الحال حسبت لا فالور اكيز حسبت لا فالور اكيز دونك كاين واحد السؤال اخر كاين واحد السؤال اخر دونك ديال لو طو بري كونتي السؤال اللي هو استسمح لك شويه الصداع دونك السؤال 12 قال لك ان انديفيدو دونك هذا 12 قال لك ان انديفيدو بلاص انتيري اون بي ام او à la choix entre deux crédits proposés par sa banque. عطاك الكريدي الاول فيه 10000 يعني عندي واحد لومبرا ديال 10000 سي زيرو دي او يعني من 18 جانفي حتى 14 مارس 2017 تيرم ا ايشوار يعني كنخدم بالديبي دو بيريود اصلا نقول لكم انا ديما يعني باش مونتري لكم داك لو طو دانتيغي افيكتيف او لو طو افيكتيف دو بلاسمون مونتري لكم بتيرم ايشوار يعني بالديبي دو بيريود افيك ان طو دو 5% الكريدي الثاني خديت 8000 من 9 مارس حتى او 21 نوفمبر 2017 او طو ديال 5.5 السؤال هو لو طو دانتيغي افيكتيف هذا هو الكيستيون اذا فالجواب ديالي غادي ندير بور كريدي واحد و بور كريدي دو نحسب تي بريم اذا بور كريدي اون بور كريدي اون اذا شنو هو تي بريم يعني هو تي سور ان موان تي فوا دي دو جي سور كوا بيان سور هنا عندي بلي جور دونك هنايا تخدم بيان سور هنا قلت لكم اللي كيقول لكم سيفيل كتخدم بالسيفيل اللي كيقول لك كوميرسيال كتخدم بالكوميرسيال منين ما كيقول لكش كتخدم بالسيفيل دونك هنا نخدم بالسيفيل عندي 2017 قسمت على 4 يعطيني بالفاصله يعني راه فيفري كيخرج 28 يعني العام فيه 365 جور ان جور ناقص ديال فيفري دونك كنقسم على 36000
و500 دونك هذا هو. اذا لو طو الاول بالنسبه للكريدي الاول عندي هو 5%، يعني كنقبض 5 على 1 ناقص 5 فوا لا دوري، كنحسب من 18 جونفي حتى 14 مارس. اذا 18 ما كيتحسبش، كنحسب من 19 جونفي ل 31 جونفي، فيفريي ايكون 28 سافي 2017 ما كيخرجش كامل، ومارس فيه 14. يعني وكتحسب لا دوري وكتحطها هنايا بلا ما نضيع الوقت، وكتقسم على 36500 وكتلقى تي بريم بور كريدي اون. بور كريدي دو سي لا ميم شوز لا ميم فورمول. يعني قالك عندي 8000 ديال سي زيرو، انا ما كتهمنيش داك سي زيرو، من 9 مارس ل 21 نوفمبر 2017 بواحد لوطو ديال 5.5%. اذا لوطو بريم بالنسبه للكريدي لو كتقبض هنا 5.5 كتقسم على 1 ناقص 5.5 فوا لا دوري. لا دوري كي كدير تحسبها كتقبض 9 مارس، يعني تحسب من 10 مارس حتى 31 مارس، في الكالكول كتقبض 31 ناقص 10 ناقص 9 كتعطيك لا دوري، يعني 31 ناقص 9 كتعطيك لا دوري، يعني من 10 مارس جوسكا 31 كتحسبها. افريل كيخرج 30، ماي ب 31، جوا ب 30، جويي ب 31، ما جويي اوت ب 31، سبتمبر 30، اكتوبر 31، او نوفمبر عندي فيه 21. دونك وكتحسب لا دوري وكتحطها هنايا بيان سو، تقسم على 36500 وكيعطيك تي بري بور كريدي دو. يعني فريمون فاسيل بلا ما نضيع في هذا السؤال الوقت، حيت تو سامبلومون ديجا درناه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. كل كريدي كتحسب التي بريم ديالها لو طو دانتيغي افكتيف، كتقبل لو طو اللي كيكون معطيك دوني على واحد ناقص لو طو فوا دي دو جي على 36500. طبيعة الحال لا دوري يعني مثلا كيقول لكم 9 مارس حتى 21 نوفمبر، يعني فمارس 9 ما دخلاش، تحسب من 10 مارس حتى 31 مارس، يعني خلاص افريل راه كتحسبوا شحال فيه ديما كيكون فيه 30، ماي كيكون فيه 31، جوا 30، جويي 31، اوت 31، سبتمبر 30، اكتوبر 31، ونوفمبر قالك فيه 21، يعني حتى 21 نوفمبر، يعني 21 تكون داخله كامله، وكتجمع بالكالكول دي دو جي وتحطها. يعني فريمون ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه. دونك بيان سور باش ما يجيش الفيديو طويل غادي نحبس هنايا، تا الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نحاول نكمل لكم لا بارتي 3 ديال هاد ليكزارسيس. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو، الا استفدتوا منه ما تنساوش ديروا جيم كومونتير وتبارطاجيو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما، وشكرا.